الشتاء بقى بيحب زي المحشي كده، الممبار زي المحشي. انا قلت بدل ما اعمل محشي نعمل ايه، ندفي بطننا برضو الممبار. دي ايه الممبار؟ يعني رز ممبار، مصارين بنجيبها، وشبت وبقدونس وكزبره والطماطم والثوم والسبع بهارات والفلفل الاسمر والفلفل الاخضر، دي اهم حاجه، والشطه البودره اهم بقى من كل شيء للممبار، تحسي بالطعم الجميل. وكتر البصل، الناس بتخدع للممبار، انا ما بحبش اخدع على الممبار. تعالوا بقى بطريقه تخليكم محمد، هنشوف انا هعمله ازاي. نيف نيه خالص كله قدامي على النار، وبحط الميه، وبعد كده هروح بقى عاملاه وهتشوف انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا اولاد، غسيل الممبار انا عندي لازم اغسله بالدقيق والملح والليمون. احط الخل امتى بقى وانا جاي نغسله الغسل الاخرانيه؟ علشان الخل بيدي ايه، بيعمل زفاره على طول. اخر حاجه روح شطفه بيها، وزي ما انتم شايفين تقلبيه. يا ريت انت لما تقلبيه تغسليه كويس، يوم ما انت تقلبيه السمين اللي جوه ده هيديكي طعم للرز جوه جميل. عايزه تقطعيه صوابع صغيره براحتك، عاوزه تقطعيه كبير زي كده براحتك، وبعد كده لما يستوي تقطعيه برده، دي ما فيهاش اي مشاكل. واهم حاجه تدي الممبار، ما تمليش الممبار قوي، تحسي يبقى مفرفر وجميل كده وشكله حلو. زي ما انتم شايفين غسيل الممبار يا جماعه، زي ما قلت لكم الملح والدقيق اهم حاجه، وعصره الليمونه كده، وتغسلي وتسيبيه شويه تبقى ابيض زي الفل. الليمون جميل قوي على فكره. زي ما انتم شايفين. وايه بقى لما تروحي عند بتاعه الممبار تقول انا عاوزه الكردان اللي هو الملبوس شكله حلو ده، يبقى جميل. عاوزاه اللي هي صباع واحد زي كده برده حلو، بس اهم حاجه الكردان، احلى احلى اكل في الكردان. عندي اهم حاجه يا اولاد الرز طبعا جاهز عندي، انا قلت لكم خليكم ما احنا تحطوا كله نيف نيف. البصل زي ما انتم شايفين كده، احط اهوت، ادي الفلفل الاسمر، ادي السبع بهارات، ادي الكزبره الناشفه الجميله اللي تخلي ريحه المحشي جميل، ادي الكمون، ادي الشطه الخضراء، الشطه الحمراء دي اهم حاجه مش هكتر لكم، وادي الشطه الخضراء. طبعا دي مش حراقه، انا حطيت شطه حم بودره ليه بزياده عشان دي مش حراقه. ادي الشطه ايه الخضره بتاعتي، ادي الملح طبعا مش هكتر برده اهوت، وعندي يا جماعه ايه الطماطم اهي شايفين. انت والكميه بقى بتاعتك، الرز اللي انت عاوزاه احمر بتحبيه احمر ماشي، عاوزاه ابيض ماشي، بس كل ما بالذات المحشي او الممبار او المحشي البتنجان، على العموم اي محشي يبقى احمر يبقى جميل جدا. شايفين ادي اهو، وعندي الزيت طبعا، الممبار ده اساس الزيت اهو، ادي خليكم محمد. وعندي دلوقتي يا جماعه ايه، احط بقى فصين توم، في ناس ما بتحبش التوم مش مشكله، ما تحطيش توم لو انت ما بتحبوش، سنه ملح بسيطه، وانا عامله حسابي عشان التوم يدق، عشان انا حطيت الشطه الايه، انا بحب الشطه حيه في الممبار. كله في قلب بعضه زي ما قلت لكم. انا لو حاسه اللي هو دلع لازم ارمي ايه حبه ملح في الايه، في الشوربه بتاعه الممبار، وانزل عليه بالكزبره والشبت والبقدونس. في ناس ما بتحبش البقدونس ما تحطيش، في ناس ما تحبش الكزبره ما تحطيش، بس الخضره بالذات للمحاشي ملهاش حل. واحنا قلنا البتنجان والكرنب لازم ما نكبس الكوز قوي، زي ما انا قلت لكم كده المنبر برده مش هكبسه قوي. تعالوا بقى شوف انا هنحشي المنبر ازاي. بصوا بقى خليكم محمد، اول حاجه كده بفتح بس الكوز كده وهمسك اعمل كده، فاهميني اهو، بسم الله الهادي. انا قلت يا جماعه المنبر ما تملاهوش قوي كده، طول ما انت بتعملي كده اهو تنزلي كده تحسي ان تشوفي الرز بتاعك، الصباع بتاعك هياخد ايه كميه الرز ازاي عشان ما ينتلش منك اهو. لو هو كبير بقى زي ما انت شايفه طويل كده، وانت عاوزه تقدر ايدك ملخومه مش عارفه تقطعيه، وجي واحد كبير معاكي اهو زي ما انتم شايفينها، وممكن تعملي بقى ايه لما يستوي تروحي مقطعه. شفتوا بقى ما شاء الله نص كيلو رمى ايه بقى، اهم حاجه كده كتروا البصل وتحوجها والشبت والكزبره، هيديكي طعم كتير ويديكي بركه كتير زي ما انتم شايفين اهو. وقلت لكم ما تملوش الكوز قوي اهو، اه شايفين ادي نص كيلو من بره اهو، وعندي الميه غليت اهيت، واخر واحده صغيره صوابع وجميله بقى دي، تبقى اخر واحده بقى جميله اهي، شايفينها صغيره وحلوه ازاي؟ دلع فيها اهو، شايفين الجمال؟
الصغنونه، ادي الصباع زي ما بقول لكم، عاوزينه كبير براحتكم، عاوزينه صغير براحتكم. اهي شفت الصغيره جميله ازاي؟ صغير صغير اهي كده. دلوقتي يا جماعه عندي الشوربه بتاعتي حطيت لها ايه؟ ورق لورا، فص ثوم، بصلايه، وانا طبعا كل حاجه فيها، والفلفل الاسمر، حبهان كده. وانت بتعملي هتنكتيها كده، شوف ما فيهاش ريحه الرز خالص اهي. اه ما شاء الله، شايفين؟ اهي خف الرز في المنبار هيبقى جميل ويستم وما يترشقش منك بالمنظر دي، مش شايفه ما فيهاش ولا حبه رز اهي كده. بقى بعد ما حطيته اهوت ويا دوبك شك زي ما انتم شايفينها، واحده بواحده، شايفين رز؟ بالله عليكم شايفين حبه رز؟ الجمال اهو اهي، شوف الصوابع الجميله، ولا صوابع المحشي البتنجان والكرنب اهو، ولا الصوابع اهي كده. هغطيه بس نص تغطيه كده عشان ايه؟ ما يفرش مني زي ما انتم شايفين. يا سلام، شايفين بقى؟ والا بقى الشوربه بتاعت الممبار دي يا اولاد، صراحه يعني جميله برضو، فكره جميله. شوف الله اكبر جميله ازاي اهو. عشان بقول لكم ما تقلبوش الممبار ده، غسلتوه غسل حلو جميل. ليه بقى؟ لما تغسليه وتقلبيه تاني يعني انت غسلتيه من بره حلو قوي، ما تقلبيه ما تردروش بالمنظر الشكل ده. شايفين الصوابع الجميله اهي؟ شايفين في رز؟ فيش رز، حتى الشوربه ما فيهاش رز اهي. شايفين؟ شايفين يا اولاد لما قطعت الصغير؟ ايه رايكم بقى؟ ولا واحد يفيد نرميه ولا غير ناكل، نعمل على قدنا اهو. شايفين المنظر ده؟ كده زي ما قلت لكم، شايفين المنبر ولا شوربه ولا ايه؟ ولا رز، ولا هيفرقع مني ولا غير اهو. شايفين المنظر ده؟ اهو اهو، بسكت بقى وزيت كتير، شايفين؟ اهو. ايه رايكم بقى؟ شايفين الجمال؟ شايفين منظره؟ ايه رايكم؟ وبالهنا والشفا من ايد خالقكم محمد. كده انا عملت الممبار بتاعي يا اولاد، ايه رايكم بقى في طريقه خالقكم محمد؟ كده بصوا شوفوا جماله اهو، قلت لكم استوى وبقى بالمنظر ده. عاوزين ده الصغيره خالص انا قلت لكم عليها لكده، الثانيه برضو اهي. ايه رايكم؟ وبالهنا والشفا، ادي طريقه خالقكم محمد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.